لو كل الناس قالت الحقيقة، قالت الحقيقة تولع في الدنيا حريقة. عجبا لقوم يحسدون فضائلي، ما بين عتاب إلى عذالي، عتبوا على فضلي وذموا حكمتي، واستوحشوا من نقصهم وكمالي. ابن سينا عم بعمل إكسير سحري بحول أهل المخيم لفراشات. ابن سينا المعلم الكبير، أبوه كان والي بقرية بمدينة بخارى بأوزبكستان. أبوه كان عنده أصدقاء على علم ومعرفة كبيرة، كان دايما يزوروه بالبيت، وابن سينا يقعد يسمعهم يتعلم منهم. بيقول ابن سينا إنه كان عنده هو وأخوه معلم للقرآن ومعلم للأدب، كان يتعلم منه كتير، تعلم القرآن كامل وكتير من النصوص الأدبية، وهو لسه ما صار عمره 10 سنين. تخيلوا، لو كل الناس قالت الحقيقة، قالت الحقيقة تولع في الدنيا حريقة، قالت الحقيقة حتلوث بيها البيئة. واحد من أهم كتب ابن سينا وأهم كتب الطب العالم كتاب القانون في الطب، بيحكي فيه ابن سينا عن الأمراض مختلفة، كيف تتشخص وكيف تتعالج، وترجم للغات كتيرة، وتم تدريسه بأكثر من جامعة حول العالم، بأكبر الجامعات بالعالم، وضل مرجع للطب حوالي 7 قرون. 7 قرون، تخيلوا. شو حلوة، عجيب. يا سلام، ابن سينا هو عمره 16 سنة بلش مشواره بالطب، كان يكتشف أمراض مختلفة ويعمل عقاقير طبية وأدوات طبية بسيطة. شو كمان كان يعمل ابن سينا؟ يا بختك تعرف تقعد لوحدك. ابن سينا صار طبيب وهو عمره 18 سنة، مرض أمير بخارى وهو عالجه، فكانت مكافأة الأمير له إنه يفوت على مكتبته ويقرأ كل الكتب الموجودة فيها. بوقتها كانت ثروة الأمير بتتقدر بحسب الكتب الموجودة بمكتبته. بيقول ابن سينا بوصفه لهاي المكتبة، كأني دخلت على عالم مليء بالمعرفة والعلوم، عالم خلى ابن سينا أهم فيلسوف ومفكر. تي 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 تي. ابن سينا عالم وفيلسوف وشاعر وطبيب، ولد سنة 980 ميلادي بقفشنا بأوزباكستان، وصلنا من أعماله حوالي 270 كتاب ورسالة بالطب والفلسفة والأدب والجيولوجيا والفيزياء والفلك والموسيقى. عجيب، كان سابق لعصره بكل المجالات وكل شيء اكتشفه ابن سينا. سنة ونص من حياة ابن سينا قضاها هو عم بقرأ بالمنطق والفلسفة. بيقول ابن سينا انه بهاي الفترة ما كان ينام ابدا، تخيلوا ما كان ينام، كان اذا نام يفكر بالمعلومات اللي شغلته وهو فايق، تضل هيك تبرم براسه تبرم براسه ويحلم فيها، واحيانا يلاقي اجوبة لاسئلته بالمنام قد ما بفكر فيها. من اكثر الكتب يلي شغلته كتاب لارسطو، ما وراء الطبيعة، بيقول انه قرأه حوالي 40 مرة. كان عم بيحاول يفهمه لحاله، ما قدر يفهمه، لتوصل لكتاب للفارابي بيشرح فيه هذا الكتاب. ومن بعد ما فهمه بلش يكتب بالفلسفة كتب كتير كتير. بعد وفاة والده لابن سينا، وبعد ما استولى السلطان الغزنوي على البخارة، كان معروف عنه انه بيكره الفلاسفة، قرر ابن سينا انه يسافر، وبلشت مرحلة ترحال بحياته. احنا تحبسنا وهسهسنا، احنا تغميس تغمسنا، ولما طلعن ابو فاطسنا عقب الطرا واحنا يبسنا. تري لا 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 لا، نحط شوي من هاي وكتير من هاي، هيك شي عجيب. ما صار شي، ابن سينا تفاعل مع كل الافكار حواليه، كل النظريات، وتفاعل مع الحياة الاجتماعية حواليه ومع المشكلات، كان ينتقد كل الأفكار حتى نظريات الفلاسفة اللي هو واحد منهم. برأيه ما في حدا معصوم عن الخطأ، وكل شيء قابل للانتقاد والتغيير. حطت من هذا؟
يلا. حتى أفكاره هو لهيك كان دائما مختلف وجهة نظره تجاه كل القضايا. عجيب. بركاتك يا ابن سينا. واحدة، اثنين، ثلاثة. فشل إكسير السحري. بس اصلا نحنا ما بدنا إكسير، نحنا اصلا فراشات. مصيرك تنجح يا تتح، يا بختك تعرف تقعد لوحدك، مش حاطك ايدك على خدك، تتتتتتت ولا قلبت معك.